غدا الجامعة العربية تشهد تنظيم اجتماعا بتقنية الفيديو كونفرنس في مقرها بالقاهرة، اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية العرب بطلب مصري لمناقشة الأوضاع في ليبيا. الاجتماع الذي تقاطعه حكومة الوفاق حتى الآن كان قد أجل من اليوم لأسباب تقنية، ومن المتوقع أن يكون له جلسة أخرى لمناقشة قضية سد النهضة وتقديم الدعم العربي للموقف المصري. ومحليا وفيما يتعلق بفيروس كورونا، لجنة الأزمة بمجلس الوزراء من المنتظر أن تجتمع غدا لمناقشة تفاصيل عودة الحياة الكاملة لكافة مناحي الاقتصاد المصري ورفع حظر التجوال الكامل ربما مع مطلع الشهر المقبل. القرار النهائي للجنة سيعتمد بالتأكيد على نقاشات اللجنة الوزارية وبيانات وزارة الصحة وتوقعاتها لأرقام الإصابة مع حلول الشهر المقبل شهر يوليو. في حلقتنا النهاردة هنتابع كل ده بالتفصيل وأخبار أخرى كثيرة، وأيضا هيكون معنا حوار سجلناه بالأمس مع الدكتور بيتر هوربي أستاذ الأوبئة والأمراض المعدية في جامعة أوكسفورد والمسؤول عن تجارب أدوية الكوفيد في الجامعة البريطانية. هنتكلم معاه عن استخدام عقار الدكسا ميثازون الذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية اختراقا علميا جديدا لتقليل أعداد الوفيات. هنتكلم أيضا عن المصل الذي تختبره جامعة أوكسفورد حاليا ومتى نتوقعه.